تمريرة بينية صعبة 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 والهدف الثالث. ثابتي يتمكن من إضافة الهدف الثالث لمصلحة النفاق. المراوغة وبعد ذلك البينية تجاوزت الدفاع وثابتي يتمكن من الخروج ويضع الكرة في الزاوية الصعبة والبعيدة لمرمى الحارس سيدي صالح. هي البينية من غلاس ملعوبة كما يجب أن يكون، تفاهم كبير، ضرب الدفاع بهذه الكرة لمصلحة ثابتي، الدفاع يتفرج سيدي